كلمة الرب التي صارت إلى أرميا النبي عن الفلسطينيين قبل ضرب فرعون غزة. على فكرة كلمة فرعون ده لقب مش اسم، وكانت نبوخذنصر ده كان اسمه، لكن كلمة خفرع برضك ده مش اسم، خفرع ده كان لقب. يعني في كذا واحد أخذ لقب خفرع في الفراعنة، عشان في ناس افتكرت ان لما قلنا خفرع امبارح يبقى هو الخفرع اللي بنى الهرم الثاني. لا، هكذا قال الرب: هامية تصعد من الشمال وتكون سيلا جارفا فتغشي الارض ومن اهل المدينة والساكنين فيها، فيصرخ الناس ويولول كل سكان الارض من صوت قرع حوافر اقويائه، من صرير مركباته وصريف بكراته. لا تلتفت الاباء الى البنين بسبب ارتخاء الايادي. هنا لما بيتكلم عن التأديب اللي هيعم كل البلاد او كل الشعوب بسبب الخطية على يد البابليين او على يد مملكة بابل، لو فينا حد جاله فرصة وقدر يشوف المتاحف اللي بتحكي عن الحضارة البابلية بالذات، الناس دول كانوا قصاه وكانوا عنفة جدا. فهنا بيقول ان من شدة الهول ان حتى الاباء عملت ايه؟ ها؟ لا تلتفت الى البنين، سابت ولادها. وبسبب اليوم الاتي لهلاك كل الفلسطينيين، لينقرض منصور وصيدون كل بقية عين، لان الرب يهلك الفلسطينيين. بقية جزيرة كفتور، كفتور اللي هي حاليا كريت، والفلسطينيين اصلهم من جزيرة كريت. أتى الصلع إلى غزة، أتى الصلع على غزة. صلع يعني واحد أصلع رأسه محلوقة أو شعر وقع، ومعروف أن الشعر ده رمز الحاجتين. إيه هما؟ الشعر رمز المجد، لأن مجد المرأة أو تاج المرأة شعرها، وبردك رمز الإيه؟ للقوة، زي ما كان شعر شمشون هو سر او رمز او علامة قوته. اهلكت اشقالون مع بقية وطائها، حتى متى تخنشين نفسك؟ يا سيف الرب حتى متى لا تستريح؟ آية صعبة قوي شافها ارمية ومش قادر يستحمل. يقول للربنا السيف ده اللي هو سيف الايه؟ تأديب او العقاب. بيقول له امتى بقى هتستريح وتسكت، لان شايف السيف عمال يضرب يضرب. وهي دي للأسف الدينونة اللي موضوعة على كل الناس بسبب الخطية. انضم الى غمدك، اهدأ واسكن. يقول كيف يستريح والرب قد اوصاه؟ ازاي يسكت وربنا وصاه بسبب قساوة قلوب الناس؟ على أشقارون وعلى ساحل البحر هناك وعده.